ده بتأثر على نفسية الأولاد؟ لا لا ما أثرتش، ما عندهمش دم يا خالد. ما زعلتش يا خالد؟ زعلت جدا. اه انا اولادي ابني اللي بقول له ما كانش معمول حسابك زعلان لغايه دلوقتي. فانت تخيل طول الوقت قاعدين تقول مامتك قاعده تقول لك تصدق ان انا عيطت لما عرفت انك ولد؟ ده بتموت يا خالد. بتحبه جدا طبعا. اه بس حاجه محرجه جدا طبعا. ده آه. محرجه ايه؟ عمر بيعلم عليك كتير في الموضوع ده؟ والله صحابي كمان لما بتوكل قدام صحابي الموضوع طبعا محرج جدا. خالد انت بتشتغل ايه؟ انا عندي شركتي يعني شركه دعايه واعلان بتاعتي. ايوه. وكنت هبقى مشروع لعيب كوره. باباك اللي انت عارف ان بابا هو اللي ضرب لك المسمار المفك فيها؟ والله للاسف عرفت بعدها بفتره. راح كلم الكابتن فتحي مبروك وقال له لا ما تركزش معاه قوي. فقلت له طفشه. اه طفشه. قلت فتحي مبروك كابتن فتحي. وندمت ولا قلت احسن؟ بص هقول لك على حاجه، زي شعور اي حد طبيعي عنده حلم في حاجه معينه. آه. كنت في وقتها متضايق بس أيوة. لما جه بعديها اتفتحت قدامي فرص تانية واكتشفت حاجات في نفسي كنت ما كنتش يمكن هكتشفها لو كنت كملت في الكوره، زي التمثيل مثلا، زي حاجات عندي فيها هوايات كتيره. اكتشفت فعلا ان كل حاجه نصيب وربنا بيسيب لك الحاجه اللي فيها الخير ليك يعني. قريت كتاب بابا؟ معظمه. معظمه. ومن هو بيكتبه كمان. كنت بتقرا. انت بتحب القرايه ولا مش قوي؟ خلاص. لا مش قوي. ايه دي خلاص بتخلص يعني. بتزعل من بابا لما يتكلم عن الاهلي وحش او ينتقده؟ انا بحب كل الانديه. ما بلاش انت يا عم، انت بس اتحدمش علينا. بلاش انت وخلاص بابا وسلمنا. تمام. بابا بيحب الاسماعيلي وكل الانديه عنده زي بعض. انت بقى بتزعل لما تلاقيه بينتقد في الاهلي، يعني الاهلاويه رغم ان حتى لو النقد سليم 100% بيزعلوا. بص هقول لك على حاجه برضه، يمكن عشان انا متربي في بيت صحفي من زمان وجوه المهنه من زمان وهكذا، فانا ببقى عارف ان هو بيقول اللي هو شايفه بغض النظر بقى الاهلي الزمالك اي نادي، وده فعلا والله هو كده فعلا. ايوه. فما بتضايقش لان انا ببقى عارف ان هو بيقول عنده حق فيه بنسبه كبيره يعني. اكتر حاجه بابا كان بيقول لك لا عليا ايه؟ كل حاجه. يعني لا هو طبيعي اي حاجه بيقلقان عليا فيها بيبقى بيحذرني منها، خلي بالك مش صح، خلي بالك بلاش مثلا لو بتلعب كوره او بتلعب رياضه بلاش سهر بلاش مش عارف ايه الكلام اللي هو بيبقى خايف عليا فيه يعني. بابا باله طويل ولا باله خالص؟ حضرتك عارفه من زمان وعارف. انا عارف طبعا بس بحب اسمع برضو فرصه اصيطه قدام. هو ده التصيط. بابا صاحبك؟ بابا صاحبي. وباخد اراءه دايما في خطوات في حياتي. وبحب اسمع رايه جدا اللي فيه حكمه وفيه خبره. واكيد بستفيد منه بتعلم منه كتير. اكيد اكيد. أنا هكتفي بالإجابة دي وأشكرك جدا. ربنا يخليك. شكرا يا خالد. ربنا يوفقك. ربنا 10 على 10.